إلى النزاع الدائر في أوكرانيا، فقد أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بأن دول الحلف ستناقش وضع حد أدنى للإنفاق الدفاعي قبل القمة المقبلة للحلف، وستعقد القمة القادمة لقادة الناتو في مدينة فيلينيوس بليتوانيا في شهر يوليو من العام الجاري. ويأتي هذا التصريح في ظل مناقشات بين دول الحلف بشأن جعل مستوى 2% من الناتج القومي حدا أدنى للإنفاق الدفاعي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات هايمرز، وأفادت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك بأن الجيش الأوكراني قصف المركز السكني في منطقة ياكوفليوفكا بثمان قذائف. قبل ذلك استهدف حيا سكنيا بخمس قذائف، واستهدف أيضا بلدة ماكييفكا بقذائف مدفعية. سمير عمر ينضم إلينا من موسكو والمزيد عن هذه المواجهات في دونيتسك. تفضل سمير. فضيلة، لا يمكن القول بأن هذا اليوم يحمل تطورا ذا معنى في الميدان، لأن ما حدث اليوم هو مجرد إجراءات اعتيادية، قصف وقصف متبادل. صحيح أن الجانب الروسي يكثف من ضرباته لكامل الأراضي الأوكرانية، لكن ساحة المعركة في هذا اليوم يمكن القول بأنها كانت دونيتسك وبعض من أراضي لوغانسك، إضافة إلى استهداف بعض النقاط في خرسون وخاركيف والهامش أو الشريط الحدودي الذي يفصل بين المقاطعات الأربعة التي ضمتها روسيا وبين الأراضي الأوكرانية تسيطر عليها أوكرانيا. ليس هناك ما يمكن وصفه بأنه اختراق كبير في هذا اليوم من المعارك الدائرة، لكن هناك اليوم فضيلة رادار الأخبار يرصد ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى هي ما نقله الجانب الأوكراني من أن المخابرات البريطانية ترجح ألا تتمكن روسيا من إحراز أي تقدم في الأمد المنظور، وأنها بخاصة على محوري باخموت وخاركييف ودونيتسك ولوغانسك لن تتمكن من إحراز تقدم ذا بال. وهذا يرجع وفق الرواية الأوكرانية إلى حجم الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من الناتو أو من الدول الأعضاء في الناتو ومن الغرب بشكل عام، وهذا ما سيتم مناقشته بشكل جدي في اجتماع أو قمة أوروبا أوكرانيا، وكذلك الاجتماع الذي سيضم قادة دول الناتو. على الجانب الآخر، الروسيا اليوم لديهم خبر أيضا مهم، إذ تم الدفع بإحدى المسيرات المهمة لساحة المعارك. هذا هو اليوم الأول الذي تدخل فيه هذه المسيرات ساحة المعركة، وأنها هذه المسيرات ليست مسيرات هجومية لكنها ستعمل على رصد تحركات القوات الأوكرانية على الأرض، وكذلك يمكنها إطلاق قذائف وتتبع بقنابل حرارية على ساحة الميدان. اليوم بالتأكيد كما يرى كثير من الخبراء الروس، ربما خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك ضربة روسية موجعة كما يقولون، ردا على ما تعرضت له القوى أو التمركز المؤقت للجنود الروس الذي راح ضحيته وفقا للرواية الروسية 63 جنديا، ووفق الرواية الأوكرانية 400 جندي. أشكرك سمير عمر في موسكو.